عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان. اليوم غادي نصور لكم واحد الفيديو، ماشي مسفرو. اليوم غادي نصور لكم واحد الفيديو مدينه فاس. دابا انا راني في الشارع، شارع ديال الجيش الملكي. وهذا واحد المنظر زوين صراحه، مع واحد الجو ما نعاود لكم، شي زوين برد مع الجريده. هاد الجهه ديال حي الموظفين هنا. الطيور هادو كيشبهوا لديك البلاصه ديال لابيطه اللي عندنا في صفرو، حتى هما عندهم لابيطه ديال الدكاره، حتى هما هادو نفس البني تقريبا، نفس اللي في هبطه ديال لابيطه لتحت شويه، حدا المدرسه ديال حدا الاعداديه ديال واد الدعاب. ويلا دابا غنمشيو نتساراو معايا، غنمشيو نديرو واحد الكاسكروت هنا. نتا واحد السيد سميتو حكيم، عندو الكاسكروت صراحة زوين، دقتو مرة الأولى وهذه مرة الثانية إن شاء الله. يلا هو بس اللي جا لفاس وبغا يجي عند حكيم، مرحبا بكم. شي على منظر هاد الشجيرة، شحال الناس جالسين. هي لابيطة بحال لابيطة ديالنا، وهذا هو حكيم والصوصيط. الله يبارك فيك، يبقى لك الوالدة يونس. طيطة كتشم الريح. صراحة عنده بنين. هاد العصير هذا تاع الحمض، متعرفش هذا الحمض، وهاد العصير الحامض. سير تاكل ما حدك سخون. هذوك القطط اللي حدا حكيم شبعانين مع راسهم زوسيط. توام توام
ترى هنا واحد المناظر زويوان. شو على ديكور كيفيسا هنايا صراحة زوينة مع هاد الجو هذا نتوما كتشوفو الريح شوية. سبحان الله في النهار كيكون سخون الحال، في العشية كيتبرد الجو. هما كتشوفو مبرد واحد الغربي، يا سلام مع هذا الجريدة. شحال عندك لابون؟ انا قلت هذا راه التهويه.